تيير اسمك بوبري بالو. هاي الولد الناس ودريوج واش تقول دروغاريستا لا واش تقول حشيشي لا شي حاجه سابقا كنكتب لك كتاب. انا كنقول لك الصراحه ديك العائله مات الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. هذا العائله هذا تعدى عليه غرق وصاف. شوفوا داك الناس هنايا كيضموا مع حيتاش هو فعلا مزيان ولا حيت الحومه ديالكم. الله عمرها سلعه. واه شنو نقول لك صدمه كبيره اخاي. هو حتى هو صاحبنا يا اخو، حنا ما نكروش فهمتي، راه اخو صاحبنا وهذا صاحبنا. ما نجيو لا هيدا ولا هيدا، حنا اللي كنقولوا الحقيقه. هادشي هذا راه كيصدم اخاي، راجل ما عمل والو. راجل طالع بالموتور ماشي يتكلم غير مع السيد، علاش غتجي؟ شني السبب جا عمل له هيدا دفعون وجهو؟ هذيك بالنسبه للزنقه اهانه. فهمتيني نضربك وما نعمل لك شي هيدا ماشي بحال، نضربك شي نجي ونضربك وما ندافعك شي فهمتي. شنقول لك لا حتى الله هو هذا، هذيك العائل ولد الناس. اي والله العائل ولد الناس ودريوج وباش تقول دروغاريستا لا، باش تقول حشيشي لا، شي حاجه سابقا. ان الله يهدي من يشاء ولكن لا تهدي من تحب. الله هداه واش حنا نحاسبوه؟ لا ما نحاسبوه حد، ربي هداه. الراجل جا متجمع عند الدار الخدمه ديالو، هادشي اللي كاين دابا التحقيق دريجا الامن هادشي اللي عطيهم، خدمه عند الدار خدام الحمد لله في فيلا فوقي، ماشي شي خدمه ما نعرف فين بعيد. ودابا العواشر تينا كتشوف خلى رزقه مسكين هنايا هو. الله يهديه الله يعفو عليه الله يرحمه ويوسع عليه. دابا حنايا اللي بقى فينا اخو دا وحده ديالو، جزا ربي اللي كيجازيها. جهنم هي الجنة هي اللي كاين. حنا غنموت. حنا كنشوفوا هذاك اللي غيتعدى في الدنيا. عنده بنو. عنده بنو باقي صغير. عنده بنو عنده يمه كبيرة. الوالدة ديالو مرأة كبيرة. الله يحسن لها. وهذا الشيء اللي كنقولوا حنا، حنا كنشوفوا ولا كنستخفي في العقوبة. يعني يشوف يديوها غير بالحقيقة، حنا ما خصنا زيادة ما خصنا نقصان، ما تزيد ما كنجيو مع هذا نجيو مع هذا، أجي غير مع الحق. أجيو غير مع الحق. شوفوا سقسيو وعملوا الخدمه ديالو معاوطه، هادشي اللي كنطلبوا اخي. شي حاجه زايده ما خصناش. كيبيع هنايا في فحام وكيدبر على راسو التبن هنايا، العائل كيصلي دابا هادي 4 شهور هو كيصلي، ما كيسكر ما كيعمل حتى حاجه، فهمتي؟ الراجل البارح بوبري طالع يجيب شي الحواله يفرقهم، واحد الراجل كيفرق الحواله كيطلع من عنده كل عام كيعطيه الحواله كيفرقهم على الدراويش، فهمتي؟ انا واحد منهم كيعطيني بوبري كل عام. وقفوا في يدو الشفرة ضربوا بلوك العائل سيار عليها واقيلا في الشفرة ما كي معاه كيفاش زولوا الشفرة اللي حائقة اللي كنسمعوا فهمتي. وانا ولد الحومة ديك العائل اللي مات، ولد الحومة ديك العائل اللي مات ماشي مدريسية فهمتي. وطنجة طنجة كتعرفني الخاو فهمتي. كنقول الصراحة اليوم الجمعة هذيك العائل مشاي مظلوم بوبري اي مظلوم ما كيعمل والو ما عامل والو فهمتي. اهدى هذيك العائل هو وصغارين د الحومة كاملين كيعرفوه، الحوانس كاملين كيعرفوا هذيك العائلة اللي قاتل اللي كتقولوا دابا، فهمتي؟ هذيك العائلة اللي عمرها سلعة من الصلاة كيجي يصلي كيجي كيبيع رزقه هنايا، أنا كنقول الحقيقة ما كنخافش كنقول الصراحة وغنموتوا، باش فهمتي أخا وغنموتوا، هذيك العائلة ما كيعمل والو، فهمتي؟ كيصلي كيمشي عنده بنو ياسين الله يخلي له والله يطلق سراح جميع المسلمين أخاوة، ما كيعمل والو يا خرس أده. وماشي ادا غير هو، ادا بزاف ديال الناس قبل منو قبل ما يموت. ادا انا قلت لك خانه في ايساريه بوحوش طلع مراته الايساريه حتى المحل ديالو تهجم عليه وشمتيني. انا كنقول لك كاين الخاوه الصراحه، هشام سقسي بالنسبه للرجال الدريسيه كامله الله عمرها سلعه، سقسي الحوانت سقسي الناس الله عمرها سلعه. ما كتب لي كتاب انا كنقول لك الصراحه ديك العائله مات الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. ادا هذه العائله هذا تعدى عليه غرق وصاف. كنعرف هاد هشام الله عمرها سلعة الاول دابا هادي 4 شهور باش ديجا ادا فهمتي وديجا ادا ليا العايل الخاوة كيجي سكران وديكلارا به ومن بعد ما زادش يتباع جات واحد عمته واحد ولد عمته بدا كيطلب السماحة هذا اللي مات شنو مو داك الناس هنايا كيضموا مع حيت هو فعلا مزيان ولا حيت الحومه ديالكم مزيان؟ الله عمرها سلعه. انا بعيد شوف دابا هاد هشام ود الحومه ديالي اقسم بالله الا كنشهد واحد الشهاده لله في سبيل الله الا كنعرف ديك الولد هذاك ما عمري عرفت عليه شي حاجه ناقصه لحد الان. ولكن ملي سمعنا هاد الليله هذه لا اله الا الله
إنا لله وإليه راجعون. هشام أي واحد كيعرفه من الصغير إلى تل الشيخوخة ديال 90 عام، وهالحومة خليني أنا وأسأل لي عجبك هنايا في هاد الحومة وغادي يقول لك كي كنخافوا منه ولا شي حاجة. حنا كنأديو واحد الشهادة لله في سبيل الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.